الكمبيوتر. في سنة 1833 فكر العالم تشارلز في اختراع آلة حسابية بتشتغل بالكهرباء ولكنه فشل. وبعدين في سنة 1937 بدأت جامعة هارفورد الأمريكية في صناعة أول حاسب آلي بفكرة تشارلز، واللي كانت بتعتمد على أجزاء إلكترونية وبعد كده اتطورت لدوائر إلكترونية في الكمبيوتر. وفي سنة 1972 وبعد ما حصل التطور الكبير والواسع في التكنولوجيا وصل الكمبيوتر لشكله دلوقتي.